تتواصل الأشواط مشاهدين الأعزاء في هذا الصباح وسن الفطامين. الشوط الثامن أعلنت انطلاقته قبل قليل، والجعدان الفطامين تتنافس على الفوز وعلى الناموس في ثامن الأشواط. يتقدم الوادي على المركز الأول راشد بن سعيد بن محمد الراشدي، يقود مسار هذا الشوط، يليف المركز الثاني بل يغير النادر عبد الله بن خادم بن صالح الزرعي. اشكرك، يلا يا ابو حميد ركز، سير في مسار هذا الشوط يا سلام على الفورمة وعلى ناموس. الشامخ الثالث لعلي بن سعيد بن خميس الحربياتي في المركز الثالث، والمركز الرابع هناك اللي فيه مكلف لعبيد بن محمد بن مرخان. هذه النتيجة لهذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، السيطرة السيطرة عندك يا ابو خادم عندك. يا سلام، المركز الاول مسيطر النادر لعبد الله بن خادم الزرعي، يقود مساري هذا الشوط، ولكن دير بالك من الحربي مقدم الشامخ علي بن سعيد بن خميس. الحربي راح 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 الى المقدم الحربي، راح الى المقدم الحربي. يا سلام، اشكرك يا الحربي اشكرك، سلامات يا أهالي السلطنة، سلام يا الحربي، سلام سلام يا جعلان، سلام هناك في السلطنة على فوز الحربي وناموس. يستاهل 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 علي بن سعيد بن خميس الحربي، ينتزع بالشامخ ناموس هذا الشوط ويشمخ إلى الفوز والناموس في هذا الشوط. المركز الثاني رقم 5 الثاني نادر لعبد الله بن خادم الزرعي، والثالث اللي هو الوادي لراشد بن سعيد بن محمد الراشدي. التوقيت الزمني 1:48 لهذا الشوط اللي شمخ فيه الشامخ. يستاهل يستاهل الحربي هذا الفوز وهذا الناموس.